السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد. غادي نقدم لكم فيه طاجين ديال الكفته بالخضره، كيجي زوين لذيذ، والاهم من ذلك انه اقتصادي ومغذي. اذا ان شاء الله في المقادير غادي نحتاج العطريه، الكمون، التحميره، سكنجبير، الخرقوم، البزار، الملحه، الزيت، ومطيشة ديال الحك، الكفتة. وفي الخضر غادي نحتاجو شوية ديال المعدنوس والقزبر مقطعين، بصلة مقطعة، خيزو مقطع، مطيشة، جوج دروس ديال التومة، وبطاطا مقطعة. أول حاجة البنات إن شاء الله غادي نبداو بها هي غنتبلو الكفتة. غنديرو راس معلقه ديال التحميره، غنديرو شويه ديال الكمون، راس معلقه ديال السكنجبير، وراس معلقه ديال الخرقوم، نفس الشيء البزار، ملحة، شوية ديال الربيع، ودريس ديال الثومة محكوك. اذا البنات غندير لكم الكفته ديالنا مزيان، بغرض نخلطوا العطريه ندخلوها في الكفته، ومن بعد غادي نكوروها كويرات ونخليوها على جنب. ان شاء الله ناخذ الطاجين ديالنا، نديروا فيه شويه ديال الزيت، ونديروا فيه الخضره كامله، بزار، الربيع، خيزو، مطيشة، البصلة، البطاطا، ونحك ثومة، من بعد البنات غادي ندير العطرية، شوية ديال الملحة، شوية ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكنجبير، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال المطيشه ديال الحك. نخليو البنات كلشي يتشحر واحد شويه، تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد نزيدو شويه ديال الماء ونغطيو البنات، نخليوه يطيب الماء البنات غير شويه، ما تكتروش حيت مازال الخضره غتطلق الماء ديالها. انا مره تنطلع عليه ونشوفو واش نشاف الا مشي تحرق ليا ولا شي حاجه. وهنا البنات من بعد ما بقيت مقابله حتى طابت ليا الخضره ديالي كامله، قلبت كلشي طاب، خيزو، كلشي، انا غادي نبدا نزيد في الكويرات ديال الكفته. نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. وهنا البنات من بعد ما طابوا، ضربت جوج ديال البيضات
وزدتهم عليه من الفوق، وغدا نغطي نخليه حتى يطيب البيض. هنا البنات من بعد ما طاب لي البيض، اخر مرحله زدت شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الربيع مقطع، الربيع طري البنات، هذا ماشي ديال الفريكو. وهنا البنات غادي يسالي الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم، خليت لكم الراحه، باي باي.